أنا ما كنت حاضر من قبل، لكن الحديث عن الأخ الخرج أظنه بيتحدث عن التزكية، تزكية النفس وتزكية الآخرين. أنا شخصيا قاعد يعني أفهم من الكلام اللي صعب قال حتى عن ابن تيمية، هو أن إحنا بنزكيه كويس على غيره، والتزكية أن إحنا ما في زور بيقدر بيزكي نفسه حتى إنه يزكي الآخر. ملائكة الرحمن اللي بتكتب عمل العبد ترفع لربنا حسب الحديث القدسي، ترفع لربنا ولا رفعه يعني يقولوا هذا مثلا عمل خير وربنا يقول لهم لا ده عمل أهل النار فيذهب إلى النار، يعني ما معنى الحديث. وكذا عكسه إنه الإنسان يعمل عمل أهل الشر وشنو عارف في النهاية ربنا تصبغ عليه وكلمة منه يخش الجنة. فأنحنا تزكيتنا لشخصنا أو تزكيتنا للغير ما واردة، ما دام أصلا ملائكة الرحمن هم بيزكوا عباد الله وربنا بيقول لهم لا أنحنا ما بنزكي حد مهما كان أنحنا ما بنزكي لابن تيمية لا غيره لا غيره لا غيره. فأنا قاعد يعني حتى حديث الإخوة في إنهم ينبذوا هذا ويشتموا هذا، يعني ده كلام تزكية للنفس. يعني أنا مدام أصلا ده سيء وده ما سيء وده كده، أنا هنا بزكي نفسي، والتزكية هنا في حد ذاته ما صح، لأنه نحن كأمة ربنا خصانا بحاجة مهمة جدا. إنه كان أظن الرسول صلى الله عليه وسلم عمه ابن أبي طالب وهو في غرغرات الموت بقول له أظنه أشهد بأن لا إله إلا الله أضمن لك الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في واحدة من المعارك واحد من الصحابة قتل له واحد شهد لا إله إلا الله في آخر لحظة وزعل غضب شديد زي ما جاء في الحديث، لدرجة إنه قال له هل شققت قلبه حتى تعلم إنه قالها؟ قال له كان خايف من الكلمة دي، قال لي أنت شققت قلبه عشان تتأكد إنه هو خايف. فالمسألة بتاعت التزكية للنفس حتى بالقول أو بالرمزية في إنه أن إحنا الصح والناس الثانيين الخطأ، أنا بيفتكر إنها دي في حد ذاتها ما صح. تعمل بعمل أهل الجنة إلى أن يبقى لك شبر من الجنة وتخش النار، وتعمل عمل أهل النار حتى يبقى لك منها شبر تصبق عليك كلمة من الله تخش النار. فالمسألة ما مسألة تزكية نفس، مسألة هي ربنا إنه يتغمضنا برحمته في آخر لحظة ونحن في قرقرات الموت، فما ممكن أن إحنا نزكي نفسنا ولا نزكي غيرنا مدام أصلاً الملائكة هم عارفين الكلام ده. نحن دين يقول الكلام ده هي مسألة ما صحيحة، وأرجو إنه المسألة دي الناس يداركوها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المداخل يعني مداخلته يعني نقره في أشياء ولا نقره في أشياء. أما مسألة تزكية النفوس نزول يزكي روحه وأنا فعلت وكيت فما يجوز للإنسان يزكي نفسه، ده كلام صحيح وعنده أدلة كثيرة عرفتها. ونحن ما جينا هنا عشان نتكلم عن نفسي أنا شخصي عرفتها، فده ما بيجوز يا أخوان. أما أن أزكي فلانا من الناس كأحد العلماء من باب الدفاع عنه ومن باب الأخذ بعلمه فده ما فيه إشكال. والتزكية المرفوضة إنه القطع للإنسان بالصلاح دي التزكية المرفوضة عرفتها. ونحن لما نتكلم عن المنهج السلفي والمناهج الثانية ما بنتكلم يا أخواننا عن أشخاصنا ولا الليلة. نحن بنقول اليوم إنه ابن تيمية الآن نحن نشهد له أنه في الجنة، ما بنقول كده نحن عرفتها، لكن بنتكلم عن منهج. إن يا أخواننا الزول اللي بيكون على المنهج اللي هو التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقر لله بالوحدانية وأنه لا يشاركه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ده نحن بنقول نحسبه والله حسيبه، لكن ما بنزكيه. ونحن بنمدح في المناهج ما في الأشخاص عرفتها. لكن الزول لما يجي يمدح روحه هو واجي أقول للناس يا ناس هوي أنا ده فلان ده لو اتبعتوني انتوا في الجنة ولو خالفتوني انتوا في النار، ده كفر بالله. لأنه الوحيد الذي من مخالفته سبيل النار ومن طاعته سبيل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قبيل المناقش قلت له كلام الإمام مالك الأنصاري قبيل عمك القبيل، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ من قوله ويرد
الإمام مالك كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكون نحن نزكي فلان من الناس نشهد له بأن فلان ده من الأولياء أو فلان ده يعني يدخل الجنة، هذه هي التزكية الممنوعة. وذكر الإمام القرطبي إنها محرمة في التفسير، تفسير سورة البقرة. أما كون نشهد لإنسان بصحة المنهج زي الإمام مالك، هسه نحن بنزكي الإمام مالك ولا ما بنزكيه؟ نزكيه. الأئمة الأربعة نزكيهم ولا ما نزكيهم؟ نزكيهم. وده طبعا في غير من نزل القرآن بتزكيتهم، صحابة برا الموضوع ده، الصحابة برا الموضوع ده، ده أصل ربنا زكاهم وخشين الجنة، ما في كلام في الموضوع ده. لكن نحن بنتكلم عن من جاء بعض الصحابة ممن لم يشهد له نص من قرآن أو سنة. فنحن بنشهد للإنسان زي ما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، قال إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإن الوحي قد انقطع. وقال فمن أظهر لنا خيرا قبلناه، قبلناه وأمناه وقربناه، ومن أظهر لنا سوءا أخذناه، أو كما قال أخذناه أو كما قال، عرفتها؟ فنحن بنأخذ الناس بالظاهر. والحديث اللي استدلت به ده يؤيد هذا الكلام الذي أقوله، لأنه أسامة رضي الله عنه، أسامة رضي الله عنه ما أمر في الشرع أن يؤاخذ الناس بما في قلوبهم، وإنما يؤاخذهم بشنو؟ بالظاهر. ففيه دليل أن من قال لا إله إلا الله إنه شنو؟ إنه تكف عنه. ودي تزكية له ولا ما تزكية؟ دي تزكية له. فالحديث يوافقنا يعني لا يخالفنا. أما مسألة كوننا نتكلم في الناس التانين، أنا ما تكلمت في الصوفي ده لمشكلة شخصية ولا بعرفه، أول مرة أنا أشوفه، عرفتها؟ لكن أنا بتكلم عن منهجه، عرفتها؟ وبعدين هو جزك لو مناهج باطلة. الزول ده قبل أنت لعلك ما تكون حضرته، جاء قال قام طعن في بلال بن الحارث المزني، قال بالدردك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، داري يجوز للناس شنو؟ التبرك والشرك. ونحن التبرك والريناو قلنا له أول حاجة البركة من الله، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب البركة في حياته عليه الصلاة والسلام. الصحابة أخذوا الوضو، مويت الوضو، مسحوا به وشوشوا، عرفتها؟ نخامة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أخذوها، دلكوا بها يدينهم ووشوشهم، عرفتها؟ يتسابقوا إلى وضوء. شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد كان بيخطه في صرة، عرفتها؟ أم سليم حديث مسلم كانت تشيل العرق تقوم تريح به والريح ذاتها، عرفتها؟ فده ما فيه مشكلة يا أخوان، عرفتها؟ فأنا بتكلم عن الودة، بتكلم عن منهج، وأنا خلافي معه ما في لون ولا في شكل ولا في قبيلة، ولا بزكي أنا نفسي، ولا أنا لقدامكم ده الآن أضمن لنفسي الجنة، زي ما ذكر الأخ جزاه الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. جاءت رواية أخرى قالت فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل شنو؟ فيدخل في الأولى النار وفي الثانية يدخل الجنة، عرفتها؟ فنحن لا نقطع لأحد من الناس بجنة ولا نار، كلامنا ده ما في جنة ولا نار، كلامنا إنه ده في نقد المناهج دي، المناهج دي ما حقت الرسول، ولا ده عندنا فيه شك، ولا كوننا نتكلم فيها ونزكي منهجنا ده معناه تزكية لنفوسنا، لا، ده تزكية للكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال الأمة حتتفرق لثلاثة وسبعين فرقة إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. أنا ده مش أنا اللي بتكلم، الرسول يعني، أنا بروي لك في الحديث، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم. فالزول اللي بيكون على المنهج ده دبخش الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الزول الماشي على المنهج الحق، كوننا نقول الزول ده من أهل الجنة ولم يشهد له بذلك الدليل، هذا أيضا من المنهج الباطل. عشان كده البخاري بوب باب لا يقال فلان شهيد، وذكر تحته حديث سهل بن سعد الساعدي، واحد قاتل مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة الشجعان الرجال رضي الله عنهم
ما أجزأ منا أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان. قالوا زول الليلة الحرب دي يعني سابق فيها واتهت فيها زي فلان ده، قالوا ما في. قال ما ترك فاذة ولا شاذة إلا أتبعها بسيفه. أي راية للمشركين تقوم فوق بنجم الراية. شوف الزول ده راجل كيف الراية بس ما بيمشي يمسي الراية دي، ما بسلموها إلا للزول شنو أخطر زول، أخطر زول في القوم، لأنه الراية دي لو وقعت بعد الناس بيتفرقوا. ده قال بس ببار الرايات دي أي راية تقوم بيقطعها. في البخاري الصحابة قالوا ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان. فقال النبي، دي تزكية ولا ما تزكية؟ تزكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. جاء في بعض الألفاظ حتى قال بعض الصحابة وأينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. شوف الكلام ده كيف. فبعد ذاك واحد من الصحابة قال والله مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار، أنا أتيكم بخبري. قال فتبعته إذا وقف وقفت وإذا قام قمت. قال حتى ثقلت عليه الجراح فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه فتحامل عليه فنحر نفسه، انتحر. قال فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول أشهد إنك رسول الله، أشهد إنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. تبعته حتى إذا كثرت عليه الجراح نحر، وضع سيفه فنحر نفسه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أيضا في البخاري قال أشهد إني رسول الله، أشهد إني رسول الله، ثم ذكر الحديث. فكون تزكي بني آدم مخلوق بشر فلان ودعلان في الجنة إذا ما كان صحابي ده ما بجوز لك. أما صحابي زكي ساي تب ما عندك عوجة، زكي وأرقد قفا. وإذا ما زكيت أنت دار لك صوت، عرفتها؟ عرفتها؟ أما الناس اللي بيزكوا نفوسهم الصوفية يقول لك أبونا الشيخ البحر العلم رضي الله عنه سيدي حامل لواء العلم وغاتس بحر الشريعة المكمل الشغلة والشغلة الجايطة زعيط ابن زعموط. انت ما شفت أبشنب الناير ده هناك في الجبل ده تبع اسمه منه الياغوت أبشنب الناير وازرق طيبة، عرفتها؟ وحسن بجلابية سموه بجلابية، قالوا لأنه جلابيته بتولع في جبل التاكة فوق. البرعي قام قال له شنو؟ شوف التسكية وين؟ قام قال هدرنا هدرنا قطم فدرنا روح الكون القب عمرنا بتاع الكريدة. قال جلاب التنور مش بتنور وتو أولياء بتخيط يبرنا، نحن الترزية حقنا. قال له كمل معه. شوف الشغلة دي كيف شغلة جايطة. البرعي زكى أبوه قال عند الله وعندك سر القوم يبني وقيع الله الطاهر زندك. فالناس قال له هذول هوي الشغلة دي ما كده. قام قال له عندك وعند الله. أول حاجة جاب الشيخ عندك قال له أول شيء وعند الله. شوف الكلام ده كيف. دي التزكية هنا. لكن احنا ما زكينا روحنا والله، ولا نشهد لأحد ما لم يشهد له النص بجنة ولا نار. فنحن ما بنتكلم عن روحنا، احنا كلامنا هنا كله عن مناهج، ولا بنتكلم عن الزول ده. ممكن الزول ده يتوب، ربنا يتوب عليه ويبقى من أهل الجنة. وممكن واحد فينا نصر الله حسن الخاتمة، يمكن واحد فينا يضل بعد المنهج الحق، ها يضل ويفوت يبقى تجاني، يمكن يبقى شيوعي، يمكن يبقى نصراني، يمكن يبقى أي حاجة تانية، عرفتها؟ فنحن أخواننا ما بنشهد لروحنا. أما منهجنا ده ما فيه شك، في زول بيشك في القرآن والسنة. نحن منهجنا شنو؟ أي حاجة قالوا الناس وين الدليل؟ قرآن وسنة. ما بيفهمي ولا فهمك، بيفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب واحد سؤال قال السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا ده بيزكي روحه قال أنا الإمام المبين العالم العلم العاقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد. ده لسه جنو ده بدل، كله بدل، تكلم عن روحه. السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. لو بيجوز التزكية ده بجوز. شوف الكلام ده كيف. قال لا زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحواله. قال أنا ذاكر الله طوالي أها لغاية ما وصلت وين. قال فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. لغاية ما قال شنو؟ أيوة دي الجبال الموضع الجبال اللي أنا كنت دايره.
صفحة 111 قال أنا الجليس قبلها قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكاله بلقى مراده. قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا.